السلام عليكم. بعد زيارة الوزير الأخيرة إلى ملعب دويرة، نعود لنرى ما هي يعني المستجدات نتاع الأشغال في هذا الملعب، ولن نلاحظ أنه اللوح فيها زوج ألواح إلكترونية راهي مازال قيد الإنشاء، وبدأت يعني وضع الألواح السوداء. عملية الكراسي كذلك مازالها مستمرة، والملاحظة هو بداية وضع التربة الخصبة التي سوف يعني يزرع عليها العشب الطبيعي. إذن هذه هي مستجدات حول داخل الملعب، والصور تعود إلى يعني البارح. إذن هذه هي الحالة نتاع الأشغال بملعب دويرة. نخليكم تشوفوا هذا الفيديو، يعني رائع التركيب، يعني رائع، واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.